في الأسواق وعلى الإنترنت تباع أنواع محمية مثل طائر الحصون، الزواحف، القرود، الصقور وأصناف أخرى. من خلال شرائها معظم الزبناء كيشعروا أنهم كيشاركوا في الاتجار لا مشروع وأنهم معرضون لغرامات مالية. كيهدف القانون رقم 2905 إلى مكافحة الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني والدولي، وكتنص مقتضيات هذا القانون على منع بيع وشراء هذه الأنواع كانت حية أو ميتة أو أجزاء منها، واستيرادها وتصديرها وحيازها وأخذها من الوسط الطبيعي دون الحصول على الرخص المنصوص عليها في القانون. وتماشيا مع أهداف استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، كتسهر مصالح المياه والغابات على تطبيق هذا القانون من أجل المحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض بتنسيق مع الجمارك والدرك الملكي والشرطة والسلطات المحلية. وباحترامنا لمقتضيات القانون كنساهم في حماية الطبيعة والمحافظة على هذه الثروات للأجيال القادمة.